السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ الفيديو دوت هيبقى ريفيجن على الالجيبرا كلها بإذن الله، هلملكوا فيه كل الحاجات المهمة ويا رب تستفادوا. اول حاجة احنا خدناها في الالجيبرا كانت الماتريسيز. اول حاجة كانت الماتريسيز، وعرفت يعني ايه ماتريس. ماتريكس كنا شرحنا قبل كده، لو انا عندي قدامي 3 مصانع مثلا بينتجوا تلاجة وغسالة وبوتاجاز والكلام دوت، وقلت ازاي علشان انظم الاجهزة اللي عندي بحطها على شكل ماتريكس. كانت برمز بالماتريكس لتر بس كابيتال، A كابيتال، B كابيتال، C كابيتال. طيب الماتريكس كانت بتبقى معمولة ازاي؟ كانت تتكتب ازاي يعني؟ كانت عبارة عن براكت كبير، كان بيبقى فيها، كانت بتتكون من elements، فيها elements جوه، وكانت consists of column و row. كان فيها columns و rows. الماتريسز بتاعتي كلها بتتكون من columns و rows. طيب ايه ال elements اللي جوه دول؟ قال لك كل element بياخد position بتاعه. ازاي؟ هو انا لو عايز احط هنا element، هو ده موجود فين؟ ده موجود في الرو الاول، الكولم الاول، يبقى ده اسمه A11. طب افرضي انا عايزه اللي هنا ده، اللي في النص ده، ده موجود في الرو الاول الكولم الثاني، يبقى اسمه A12. معنى كده لو انا عندي A11 ده ايه معناه؟ معناه ان الاولاني دوت هو الرو، بيعبر لي عن الرو، والتاني ده بيعبر لي عن مين؟ بيعبر لي عن الكولوم. يبقى الاولاني ده رو والتاني كولوم. طب انا عايزه يكون في الرو الاول الكولوم التاني. الرو الاول يبقى 1، الكولوم التاني 2. طب هنا ثانيه واحده، هنا ده الفيرست كولوم برضو زي ما هو، و الثيرد الفيرست رو سوري والثيرد كولوم، يبقى هنا A13. طب انا عايزه اللي هنا، هنا A21 ده الرو الاولاني، لكن هنا ده الرو التاني. تمام، هنا A، ثانية واحدة، مكان البوزيشن بتاع دوت الرو التاني، الرو التاني يبقى 2، الكولوم التاني يبقى A22. هنا هنا الرو التاني الكولوم التالت، يبقى ده كولوم نمبر 1، كولوم نمبر 2، كولوم نمبر 3، رو نمبر 1 ورو نمبر 2. دي كانت الماتريكس بتاعتي consists of elements، كان موجود فيها elements وكان بتتكون من مين؟ من rows و columns، من rows و columns. قالك وكان ليها order معين. كان ايه هو يعني ايه order؟ كانت ايه الorder of matrix ديت؟ دي عبارة عن number of rows times rum numbers of columns. كانت عبارة عن عدد الrows مضروبة في عدد الكولومز. هنا كم رو عندي؟ 1 2، يبقى 2 روز مضروبة تايمز 1 2 3 كولومز. يبقى الاوردر بتاع الماتريكس دي 2 تايمز 3، الاوردر بتاع الماتريكس دي 2 تايمز 3. طيب كنت ازاي بقى اعمل الماتريكس بتاعتي؟ ازاي اكونها؟ عندي مثال بيقول ايه، لو انا عندي اكزامبل اهو، بيقول ايه؟ بيقول لي انا عندي الاي كابيتال ايكوالز اي اي جي. تمام، بيقول ان الاي بتاعتي ب1 و2 و3 والجي ب1 و2. الاي دي موجوده في الاول، يبقى دي معناها الرو، والجي يبقى دي الكولوم، دول الكولومز. طيب الاي 1 و2 و3 معناها ان في الماتريكس دي 3 روز وكم كولوم؟ 2 كولومز. جميل قوي، يبقى الـ A بتاعتي equals 3 rows يعني 1 2 3 وكم columns؟ 2 column 1 2. يلا بينا، يبقى اللي موجود هنا اسمه ايه؟ اسمه A11، الرول الاول الكولوم الاول. طب هنا A12، الرول الاول الكولوم الثاني. نيجي هنا A21، الرول الثاني الكولوم الاول. A22، الرول الاول الكولوم الثاني، الرو التاني الكولوم التاني. هنا A31، الرو التالت الكولوم الأول. A32، الرو التالت الكولوم التاني. وبكده أنا كونت مين؟ كونت الماتريكس بتاعتي، عرفت أكتبها. يبقى لما يجي يقول لي write the elements
of this matrix، تقولي لي على طول اه يبقى هو عايزني اكون الماتريكس بتاعتي. هو بيقول ان الاي بتاعتي 1 و 2 و 3، يبقى فيها 3 روز و 2 كولومز، تمام كده. طيب ممكن تيجي على فكره في شكل تاني ازاي؟ لو انا عندي اكزامبل نمبر 2 كده اهو، ممكن يجي يقول لي ايه، انا عندي ماتريكس اسمها بي كابيتال، تمام، والبي كابيتال دي ايكوالز بي سمول اي جي. وبيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان البي اي جي ده ايكوالز 3 ونيجاتيف 2 و5، بس عندي 3 كيسز ليها. 3 لما تبقى الاي مور ذان الجي، ونيجاتيف 2 لما تبقى الاي ايكوالز الجي، و5 لما تبقى الاي ليس ذان الجي. ازاي اعمل الماتريكس بتاعتي دي؟ ازاي اكونها؟ طيب هي مش الماتريكس اسمها بي، يبقى البي ايكوالز هي بي اي جي صح؟ طيب قولي لي كده، انت ما قلتليش الاوردر بتاعها. الاوردر بتاعها 3 تايمز 3، الاوردر بتاعها 3 تايمز 3. يلا بينا، 3 تايمز 3 يعني فيها 3 روز 1 2 3 و3 كولومز 1 2 3 اهو، 3 روز و3 كولومز. جميل. هو بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي لما الاي تكون مور ذان الجي حطي 3. هو ايه الاي دي؟ الاي دي اللي هي الرو، والجي اللي هو الكولوم. طب هو انت ممكن تسميها لي الاول، تحطي لي الاليمنتس بتوعي ماشي. الرو هنا بي 11، هنا بي 12، هنا بي 13، هنا بي 21، بي 22، بي 23، بي 31، بي 32، بي 33. حلو كده ماشي ايكوالز. يلا بينا. هو بيقول لي لما يكون الاي مور ذان الجي حطها لي ب 3. هي الاي هو الرو صح؟ هو هنا الرو 1 مور ذان ال 1؟ لا. طب هنا 1 مور ذان ال 2؟ لا. 1 مور ذان ال 3؟ لا برضو. 2 مور ذان 1؟ اه هتحطي مكانها 3. يبقى الرو الثاني رو 2 الكولوم 1 حطي فيها مين؟ نيجاتيف 2، سوري 3 ولا ايه؟ 3 بي 22؟ لا. بي 23؟ لا برضو. 31؟ اه ال 3 اكبر، يبقى هنحط هنا 3. بي 32؟ اه. بي 33؟ لا، دول الاثنين قد بعض. طب لما الاي ايكوالز ذان الجي، ايكوالز الجي سوري، لما الاي ايكوالز الجي حطي نيجاتيف 2. يبقى لما الاثنين قد بعض حطي نيجاتيف 2. هما الاثنين قد بعض فين؟ في الدايجونال، البرنسبل دايجونال بتاعي اهو. يبقى هنا نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2. طيب يلا بينا التانية. لو الاي ليس ذان الجي حطي 5. ليس ذان الجي ده هنا وهنا وهنا، يبقى 5 5 5. يبقى هي ديت الماتريكس بي بتاعتي، كونتها خلاص. خلي بالك عشان الاكزامبل ده مهم، ازاي بتكوني الماتريكس بتاعتك لما الاي مور ذان الجي واي ايكوالز الجي واي ليس ذان الجي. بتشوفي على حسب الروز، العدد الروز والكولوم اللي عندك. الرو هنا 1 1 دول ايكوالز، هما ايكوالز هيدينوا كام؟ نيجاتيف 2، حطي نيجاتيف 2. مور ذان، مور ذان هيدوني 5 اهو. 1 ليس ذان سوري هيدوني 5، 1 و 2 اهو ليس ذان 5، وتكوني الماتريكس بتاعتك. طيب ممكن عندي حاجه ثانيه، ممكن عندي اكزامبل ثاني. ايه الاكزامبل الثاني؟ اكزامبل نمبر 3. ايه اكزامبل نمبر 3 عندي؟ بصي يا ستي، example number 3 بيقول لي عايزاكي برضو write the elements of matrix C capital لما C capital equals C small i j، والorder بتاعها 2 times 3 تمام؟ such that ان C equals i minus j. حلو، i minus minus j يعني همسك الرو وهقول minus الكولوم بتاعي. طب ازاي؟ هي C capital equals هما 2 times 3 يعني فيها 2 rows و 3 columns تمام. حلو، يعني ايه بقى؟ يعني هجيب ال C 11 واشوفها بكام؟ 1 minus 1 تديني 0، واجيب ال C 12 1 minus 2 تديني negative 1، وال C 13 1 minus 3 تديني negative 2. هو ايه الاي؟ الاي اللي هو الرو، يبقى انا هاخد الرو واقول ماينس الكولوم بتاعي، الرو ماينس الكولوم اللي عندي، الرو ماينس الكولوم اللي عندي. زي هنا مثلا بي 11، يبقى الرو ماينس الكولوم 1 ماينس 1 بزيرو، يبقى كل ده بزيرو. 1 ماينس 2 1 ماينس 2 بنيجاتيف 1، يبقى كل المكان ده بنيجاتيف 1. تعالين بقى نطبق الموضوع دوت هنا.
طبعا هنا 1 ماينس 1 بزيرو اهو زيرو. سي 1 2، سي 1 2 دي موجوده فين؟ موجوده هنا اهي نيجاتيف 1. سي 1 3 هنا بنيجاتيف 2. طيب هنا تبقى مفروض مين؟ مفروض سي 2 1 الرو الثاني الكولوم الاول 2 ماينس 1 ب 1، يبقى دي هنا 1 خلاص كده. دي هنا 1، هنا ديت سي 2 2 2 ماينس 2 ب 0، هنا سي 3 3 ايه سي 2 3 2 ماينس 3 بنيجاتيف 1، يبقى هنا نيجاتيف 1. يبقى ديت الماتريكس بتاعتي، ديت المفروض اللي هي سي 2 3 ودي سي 2 2 ودي سي 2 1، وهنا احنا ايه جبناهم عادي اهم. بجيب الفاليو بتاع كل element على حسب الرو والكولوم اللي موجودين فيه. طيب في هنا example مهم، بيقول لي انا قدامي جراف، الجراف دوت بيوضح لي الكونسبشن والبرودكشن بتاعه الكانتريز A و B و C. عايزاك تكتبي لي الماتريكس اللي بتعبر لي على الجراف دوت. طيب بصي يا ستي، انت قدامك حالتين، يا اما تعملي الرو دوت هو البرودكشن والرو دوت هو الكونسبشن، او تعمليهم كولم، يعني الكولم الاولاني يبقى برودكشن والكولم الثاني يبقى كونسبشن، عادي الاثنين مش هنختلف فيهم اهو. يبقى سوليوشن نمبر 1 دول برودكشن، حطي كل البرودكشن هنا. هم مين البرودكشن عندك اللي هم مش متعلمين بالاحمر؟ فين اهو الاي بتاعتك ب 15، يبقى هنا 15، البي 25، السي ب 5. تمام، نيجي للA للconception، الconception بتاعتك 10، الA 10، يبقى دي country، دي country A و B و C، وهنا برضو A و B و C 10، وهنا 25 برضو، وهنا C بتاعتي ب 20. دي شكل الماتريكس بتاعتك. طب ممكن اعملها بطريقة تانية؟ ازاي؟ خلي ال A وال B وال C كده، يعني خلي ده البرودكشن وده الكونسمشن كولم. طيب يعني 50 25 5 10 25 20، عادي برضو دي صح ودي صح. يبقى اكسبرس الماتريكس بتاعتك زي ما انت عايزة، يا تخلي البرودكشن رو او تخلي البرودكشن كولم، يا تخلي الكونسمشن رو او تخلي الكونسمشن كولم، على حسب انت عايزة ايه. الاتنين صح، تمام كده. طيب طيب بعد كده خدنا ايه؟ خدنا ال types of matrices. ايه ال types بتاعت ال matrices بتاعتي؟ اول واحدة كانت row matrix، ال row matrix m dot ديت يبقى ال matrix على طول. تمام، row matrix ديت كنت مثلا ال a equals 1 2 3، يعني في ال matrix بتاعتي فيها row واحد بس. طيب تاني طيب column matrix، كولوم ماتريكس، الكولوم ماتريكس بتاعتي ديت عباره عن ماتريكس فيها كولوم واحد بس 3 2 1 مثلا. يبقى الرو ماتريكس عباره عن رو واحده، كولوم كونسيست، الماتريكس بتاعتي كونسيست اوف كولوم واحد بس 2 3 1 1 نيجاتيف 2 0 نيجاتيف 1 ايا كان الاليمنت اللي جوه عندي. طب نمبر 3، نمبر 3 عندك كانت الزيرو ماتريكس، الزيرو ماتريكس عندي مثلا C equals كان ليها سيمبل معين وهو ال O capital، ال O capital ديت هي الزيرو ماتريكس. تمام، ال O capital ده الزيرو ماتريكس، او كانت عبارة عن ريكتانجل صغير كده، ريكتانجل صغير او O capital ده الزيرو ماتريكس. بتبقى مثلا ايه؟ بتبقى كل الالمنتس بتوعها زيروز، يعني هنا زيرو 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 زيرو، ممكن يكون زيرو بس ايا كان شكله، ممكن تكون ماتريكس رو او كولم او عباره عن اليمنت واحد بس ايا كان شكلها، ده الزيرو ماتريكس. نمبر 4 اليونت ماتريكس، اليونت ماتريكس كنت دي نوتد باي الاي، دي نوتد باي الاي، كانت مثلا شكلها عامل ازاي؟ كانت 1 0 0 1، او مثلا 1 0 0 0 1 0
0 0 1 يبقى كانت بتبقى عبارة عن ايه؟ كانت بتبقى عبارة عن الدياجونال بتاعها، الدياجونال بتاعها ده اسمه الدياجونال، الدياجونال بتاعها في النمبر اللي فيه 1 وباقي الاليمنتس بزيرو. يبقى في اليونت ماتريكس الاي كانت الدياجونال عندي ب1 وباقي الماتريكس بزيرو. طب الزيرو ماتريكس الاليمنتس كلها بزيرو، كولوم ماتريكس كولوم عبارة عن ماتريكس فيها كولوم واحد بس، طب رو ماتريكس عبارة عن ماتريكس فيها رو واحد بس. طب نمبر 5 يبقى احنا خدنا الرو والكولوم والزيرو واليونت ماتريكس. بعد كده السكوير ماتريكس، كانت ايه السكوير ماتريكس دي؟ معناها ان النمبر بتاع الرو equals the number بتاع الكولومز، النمبر بتاع الروز equals the number بتاع الكولومز، يعني الاوردر بتاعها 2 times 2 او 3 times 3. يبقى السكوير ماتريكس معناها النمبر بتاع الروز equals the number بتاع الكولومز اللي بيبقى الاوردر بتاعها 2 times 2 او 3 times 3. طيب بيبقى شكلها ايه السكوير ماتريكس ديت؟ 2 times 2 3 times 3 عادي، يعني اكزامبل كده زي هنا 1 2 3 4 5 1 0 0 2 اهي، دي 3 rows و 3 columns يبقى دي 3 times 3 عادي جدا. طيب نمبر 6، نمبر 6 عندي اللي هو الدياجونال ماتريكس. ايه الدياجونال ماتريكس ديت؟ معناها ان الدياجونال بتاعها بنمبرز وباقي الاليمنتس زيرو، هنا 0 0 0 وهنا 0 0 0، هنا مثلا 1 2 3 ممكن تكون مثلا 1 2 و 0 0 ممكن يكون 1 0 0 0 دي برضو دياجونال. يبقى الدياجونال بتاعي بيبقى فيه نمبرز، اي نمبرز عندك او في نمبر واحد بس والباقي زيرو، دي برضو اسمها دياجونال. يبقى الدياجونال ماتريكس بتاعتي، يبقى الدياجونال ماتريكس بتاعتي مالها؟ الدياجونال ماتريكس بتاعتي الدياجونال بتاعها بيبقى فيه نمبرز ما عدا ال1 طبعا، لان لو كلهم 1 لو كلها 1 يبقى على طول دي اسمها اي اللي هي اليونت ماتريكس. طب افرضي الماتريكس بتاعتي فيها 1 بس يبقى دي الاي اللي هو اليونت ماتريكس برضو، زي ما هنا في 0 بس فسميتها الزيرو ماتريكس، هنا لو عندي 1 بس يبقى دي اليونت ماتريكس. يبقى على الاقل يكون فيها ايه؟ فيها نمبر واحد، الدياجونال بتاعي فيه نمبر واحد. ممكن يكون دوت 3 2 5 نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 نيجاتيف هاف ايا كان النمبر بتاعي. طيب بعد كده خدنا الايكواليتي اوف تو ماتريسز. ايه الايكواليتي اوف تو ماتريسز ديت؟ او امتى اقول الماتر تو ماتريسز بتوعي ار ايكوال؟ لما يكون كل اليمنت قصاد التاني قد بعض، يعني مثلا دول 1 2 3 4 من الماتريكس اللي قدها بالظبط، الايكوال بتاعتها 1 2 3 4 برضو 1 2 3 4، ال1 قصادها ال1 هي ايكوال 2 قصادها 2 3 3 4 4، يبقى لما يكون every corresponding elements are equal. طيب كان عندي كده اكزامبل بسيط، بيقول ايه الاكزامبل بتاعي؟ بيقول لو انا عندي a plus b و2 و5 و negative 3 و4 و2 7 0 c equals 9 2 a minus b negative 3 4 2 وهنا 7 0 3. بقول لك ان دول التو ماتريسز دول ار ايكوال، تقولي لي على طول ما دام هم ايكوالز يبقى كل اليمنتس قصاد التاني قد بعض، يبقى a plus b اهو، يبقى ده a plus b ده equals 9 و a minus c دوت equals 5 وال c equals 3. يبقى انا اول حاجة عندي ال c equals 3 اهي، ال c equals 3. تاني حاجة ال a plus b equals 9 وال a minus b equals 5. طبعا دوت 2 equations من 2 variables، على طول بالإليمينيتنج دول راحوا مع بعض والسم هيطلع، او بالكالكوليتر بتاعتك مود 5 1 وتقولي لي بقى 1 equals 1 equals 9 1 equals negative 1 equals 5 equals، هيطلع لك ان الـ A بتاعتي
equals 7 والB بتاعتي equals 2. فأنا جبت كده الـ A والB وكمان الـ C. طيب بعد كده خدت إزاي multiplying real number في مين؟ في الماتريكس بتاعتي. إزاي أضرب number عندي في الماتريكس؟ يا لو عندي 3 في الماتريكس مثلا 1, 2, 5, 7 كنت بعمل فيها إيه؟ كنت بعملها distribute جوه، أكن بمسك دي أوزعها مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. 3 times 1 ب 3، 3 times 2 ب 6، 3 times 5 ب 15، 3 times 7 ب 21. ما فيهاش أي حاجة. يبقى إزاي عندي multiplying real numbers؟ بمسك النمبر بتاعي وديستريبيوت على كل رو وكل كولم. طيب بعد كده خدنا، بعد كده خد الترانسبوز of matrix. خدت الترانسبوز بتاعت الماتريكس بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها تي. تمام؟ كنت بقول A power T دي معناها اللي انا بعمل تشينج للرو بخليه كولوم والكولوم بخليه رو. يعني لو عندي ال A بتاعتي، لو عندي ال A بتاعتي ثانية واحدة دي A power T تمام؟ اهي لو عندي ال A بتاعتي ب 1 2 3 5 هتيلي ال A power T، تقولي ال A power T ده رو خليه كولوم. بصوا بالعربي كده اللي نايم وقفيه واللي واقف ده نايميه، يعني ده واقف خليه نايم. يبقى هنا 1 3 ده واقف خليه نايم 2 5. يبقى كده غيرت، خليت الرو كولوم اهو، الرو خليته كولوم والكولوم خليته رو. يبقى الاي ترانسبوز بتاعتي بغير الكولوم يبقى رو والرو يبقى كولوم. اكزامبل تاني عليه البي مثلا equals 0 2 1 3، هتيلي البي ترانسبوز، البي ترانسبوز بتاعتي ده نايم وقفيه يبقى 0 2، ده نايم وقفيه يبقى 1 3، يبقى دي البي ترانسبوز بتاعتي. ده كده كان ترانسبوز الماتريكس بتاعتي. طب كان عندي نوتس مهمة جدا، نوتس مهمة قوي بتقول ايه؟ اول حاجة لو انا عندي A ترانسبوز all ترانسبوز كان بيديني الA، اكن التي راحت مع التي فتبقى لي A، يبقى الA ترانسبوز all ترانسبوز تديني الA. تاني حاجة لو انا عندي K في الA all ترانسبوز ماليش دعوة بالK دي تطلع بره واجيب الA ترانسبوز لوحدها. يعني لو عندي مثلا 5A all power power T او اللي هي ترانسبوز، طلع ال 5 بره عادي جدا وبعد كده اجيب الترانسبوز بتاع الA وبعدين وزعي بقى ال 5 جوه، حطيها مرة مثلا في ال 1 وال 3 وال 2 وال 5. تمام كده؟ دي كانت الترانسبوز بتاعتي، بغير تشينج الكولوم رو والرو كولوم. بعد كده خدنا ايه؟ كنا بعد كده خدنا السيمتريك اند سكيو سيمتريك كولوم ماتريكس. خدت السيمتريك والسكيو سيمتريك ماتريكس وعرفت ايه الفرق ما بينهم. امتى اقول على الماتريكس قدامي سيمتريك وامتى اقول عليها سكيو سيمتريك؟ سيمتريك لما الاي ايكوالز الاي ترانسبوز. طب والسكيو سيمتريك لما الـ A equals negative A transpose. طب كان ليها نوتس مهمة جدا. كنا بنقول لو أنا عندي ماتريكس كده A B C D E F و X Y Z ده مثلا، كنت بقول إن في السيمتريك الدياجونال بتاعي، الدياجونال بتاعي اللي هو دوت بيبقى اي نمبرز، بيبقى عبارة عن اي نمبرز عندي، ممكن تكون 1 2 3 4 5، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 ايا كان، لكن اللي هو اباف واندر الدياجونال بيبقوا ايكوال اتش اذر. البي ايكوالز الدي، السي ايكوالز الاكس، والواي ايكوالز الاف. تاني الحته ديت في السيمتريك مفروض ان الاي ايكوالز الاي ترانسبوز. السيمتريك لو عندي ماتريكس ازاي تعرف ان هي سيمتريك ومرسومه كده؟ ازاي تعرف ان هي سيمتريك؟ الدياجونال بتاعي بيبقى اي نمبرز واللي فوق واللي تحت الدياجونال بيبقوا ايكوال اتش اذر. البي ايكوال الدي، كل اليمنت ايكوال ايه الكورسبوندينج اليمنت بتاعه. البي ايكوالز الدي، السي ايكوال الاكس، الاف ايكوالز الواي اهو اللي قصاده بالظبط. طيب في السكيو سيمتريك كانت الاي ايكوالز نيجاتيف اي ترانسبوز. طيب افرضي انا عندي الماتريكس بتاعتي A B C D E F و X Y Z، يلا بينا. قالك في السكيو سيمتريك الدياجونال بتاعي ده كله بيبقى بزيرو، بيبقى بأصفار. يعني الـ A equals zero، الـ E equals zero، الـ Z equals zero. طب واللي فوق واللي تحت؟ لا، الـ B equals negative D،
ال c equals negative x، ال f equals negative y، كل واحد بيبقى ال additive inference بتاعه، أو ممكن العكس، ممكن ال d equals negative b، ال x equals ال x equal negative c، ال y equals negative x. ممكن ده يكون نيجاتيف ده، ده يكون نيجاتيف ده، او ده يكون نيجاتيف دوت، على حسب. بس فيما معناه ان اللي فوق واللي تحت بيبقى الاديتيف انفرنس بتاع بعض. ده كان السيمتريك والسكيو سيمتريك. تعالى ناخد اكزامبل عليهم. يلا بينا. في اول اكزامبل عندي بيقول لي الماتريكس اللي قدامي ديت اسمها ايه، ديت الاوردر بتاعها 3 تايمز 3. عايزاك تقولي لي هي دي ماتريكس سيمتريك ماتريكس ولا سكيو سيمتريك ماتريكس. اول حاجه بصوا كده، الدايجونال كله بزيرو، وكل element قصاد التاني بالنيجاتيف 1 قصادها نيجاتيف 1، نيجاتيف 2 قصادها 2، نيجاتيف 3 قدامها 3، يبقى دي على طول كده وانا مغمضه اسمها سكيو سيمتريك. على طول سكيو سيمتريك. طيب افرضي انا عايزه اثبتها، عايزه احلها. طيب المفروض عشان اجيب سكيو سيمتريك تبقى الـ A equals negative A transpose. طيب تعالي نجيب الـ A transpose. يلا بينا. دي 0 1 نيجاتيف 2، تبقى 0 1 نيجاتيف 2، دول نايمين هوقفهم، دول اللي نايمين هوقفهم، نيجاتيف 1 0 نيجاتيف 3 2 3 0 وقفتهم. خدي كده النيجاتيف بره كومن فاكتور، هيطلع لي 0 1 نيجاتيف 2 1 0 نيجاتيف 3، سوري دي نيجاتيف 1، وهنا 2 3 0. هو مش الشكل ده الماتريكس دي هي الماتريكس A؟ يعني نيجاتيف A ترانسبوز هتديني الA صح؟ يبقى فعلا ان الA هتديني نيجاتيف A ترانسبوز، يبقى على طول دي مين؟ دي السكيو سيمتريك. نيجي هنا الدياجونال بأي أرقام، ماشي 1 قصادها 1، 5 قصادها 5، 6 قصادها 5، يبقى على طول دي مين؟ دي سيمتريك. على طول دي سيمتريك ماتريكس. تتأكدي ازاي؟ لازم تكون ان البي ايكوالز البي ترانسبوز، دي سهله في التأكيد، جيب البي ترانسبوز هتطلع نفسها. طيب نيجي هنا للسي، السي تعالي شوف الدياجونال 0 0 بس هنا 4، حلو يبقى المفروض تكون سيمتريك، 1 قصادها نيجاتيف 1، ايه ده؟ يبقى مش سيمتريك، نيجاتيف 2 قصادها 2، لا يبقى هي نوت، لا هي سيمتريك ولا هي سكيو سيمتريك. يعني C doesn't equal C transpose و doesn't equal C. ايه ده عادي يكون في matrix لا هي symmetric لا هي doesn't ولا هي skew symmetric؟ اه عادي، matrix عادية قدامي بقى، دي matrix عادية. يبقى اول واحدة طلعت لي skew symmetric، والتانية symmetric، والتالتة not symmetric و not skew symmetric، لا هي كده ولا كده. في عندي notes مهمة جدا بيقول لي for every square matrix، لأي square matrix عندي، طبعا square matrix دي يعني الorder بتاعها 2 times 2 أو 3 times 3، يعني columns add rows. بيقول لي ان الرول دي هتتحقق ايه، هي بقى ان الA plus A transpose هتديني symmetric matrix، يعني لما اجمعهم مع بعض هيديني symmetric matrix، ولما اطرحهم من بعض لما اعمل subtracting ما بينهم هيدوني skew symmetric. تعالي ما نشوف الA بتاعتي ب 2 3 و 5 و 1. طيب انا عايزة اعمل ايه؟ اجيب الA plus الA transpose، يبقى انا محتاجة اجيب مين؟ الA transpose الاول، الA transpose النايم وقفيه، يبقى 2 3 5 1. يلا بينا اجمعيهم كده مع بعض، جيبي الA plus الA transpose equal. ازاي بجمعهم مع بعض؟ الرول الاول في الكولوم الاول يتجمع مع الرول الاول في الكولوم الاول، يعني كل ال 2 corresponding elements هيتجمعوا مع بعض، 2 plus 2 4، 3 plus 5 فينها 3 plus 5 8، 5 plus 3 8، 1 plus 1 2. جيبي كده ديت A plus A transpose، جيبي لها كده الترانسبوز بتاعتها هتديني 4 8 و 8 2، طلعت نفسها، طلعت نفسها، يبقى دي فعلا طلعت لي symmetric. وكذلك بقى في subtracting، لما تعملي subtract ما بينهم هيدوني skew symmetric، تطلع العكس، تطلع مثلا هنا بقى في negative وهنا من positive. طيب بعد كده خدنا ايه؟ خدنا الادنج والسبتراكتنج للماتريسز اللي عندي، وعشان اعمل ادنج وسبتراكتنج للماتريسز اللي عندي لازم يكونوا have the same order، لازم يكون ليهم نفس الاوردر. يعني ما ينفعش اقول دي 2 تايمز 1 والثانيه 2 تايمز 2 ويتجمعوا، غلط، لازم دي تكون 2 تايمز 2 ودي 2 تايمز 2، دي غلط، لكن دي اللي صح. طب نيجي هنا التو ماتريسز دول هل ينفع يتجمعوا؟ هل ينفع اعمل ادنج ما بينهم؟ ثواني واحد، ثانية واحدة، ده 2 تايمز 3، يعني في 2 رو و 3 كولوم،
هنا ده 1 2 3 يبقى 3 رو تايمز 2 كولوم. ايه ده؟ لا ما ينفعوش الجمع، ما ينفعش، يبقى it doesn't exist، مش موجودة أصلا، don't exist مش موجودة. طب لكن عندي ممكن أقول إن ال A plus B transpose هيديني رقم. ليه ليه هيديني رقم؟ اعملي كده الترانسبوز بتاعتها، جيبي لي كده ال B transpose بتاعتها، النايم وقفي 1 3 2 2 3 1. ايه ده؟ دي بقت 2 تايمز 3 زي دي، يبقى ينفع عايز اجمعهم. 1 بلس 1 تديني بقى 2، 2 تايم بلس 2 4، 3 بلس 3 6، وهنا برضو تطلع تتجمع عادي قصاد بعض. يبقى هنا هعرف اعمل ادنج عادي. ليه اعرف اعمل هنا اد عادي؟ عشان بقت الاوردر واحده، لكن لو الاوردر مختلفه ما ينفعش اعمل ادنج ما بينهم. طيب كان عندي اكزامبل كده بسيط بيقول ايه؟ بيقول لو انا عندي اكس ترانسبوز بلس 2 5 0 negative 1 0 3 2 4 equals 1 1 5 0 2 3 1 5 4. وبقول لك جيبي لي الاكس، انا عايزاكي تجيبي لي الاكس بتاعتي. طب ثانيه واحده، مش دي، مش الاكس ترانسبوز دي انا عايزاها لوحدها؟ حلو، انا هودي الماتريكس دي كلها هناك بالديفرنت سايز، يعني اخليها نيجاتيف الماتريكس بتاعتي، الماتريكس دي، واطرحهم عادي، اعملي سبتراكت ما بينهم عادي، والناتج اللي هيطلع جيبي له الترانسبوز. تعالي ما نشوفها ازاي. يلا بينا. انا هنا عملت ايه؟ كنت وديتها هناك بالاديتيف انفرنس بتاعتها فبقت بالنيجاتيف، وعادي بقى نطرح بقى. يلا بينا. 1 ماينس 2 بنيجاتيف 1، 1 ماينس 2 برضو بنيجاتيف 1، 5 ماينس 5 بزيرو، 0 ماينس 0 بزيرو، 2 ماينس ماينس 1 تديني 3، لان ماينس نيجاتيف الاثنين مع بعض تديني بوزيتيف، 3 ماينس 0 ب 3، 1 ماينس 3 نيجاتيف 2، 5 ماينس 2 ب 3، 4 ماينس 4 ب 0. يبقى دي الماتريكس بتاعتي، دي الماتريكس بتاعتي. طيب يلا بينا نشوف هو عايز ايه. الاكس ترانسبوز ماشي، يعني هاخد الترانسبوز للبوز سايد، يبقى دي اول ترانسبوز ودي الاول ترانسبوز. طبعا ترانسبوز الترانسبوز راح، هيتبقى لي الاكس بس ايكوالز. ما دام معمول عليها ترانسبوز كده يبقى ما ينفعش اسيبها، لازم اعمل لها الترانسبوز بتاعتها. يلا بينا. الترانسبوز بتاعتها بقى ايه؟ ان النايم وقفي يبقى نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 0 0 3 3 نيجاتيف 2 3 0، وتبقى هي دي الاكس بتاعتي. الاكس بتاعتي خدت هي الاكس ترانسبوز. طب ايه اللي ضايع الترانسبوز؟ الترانسبوز اللي زيه، ترانسبوز اول ترانسبوز يروحوا مع بعض، فهتطلع لي الاكس بتاعتي. طيب عندي اكزامبل تاني مهم، يلا بينا. الاكزامبل قدامك بيقول لي ايه؟ مديني ان الاي دي ماتريكس 2 تايمز 2 ب 1 و 0 و 1 و 0، والبي بتاعتي 0 4 نيجاتيف 1 0، وبيقول لي فايند الاكس. الاكس ديت بيقول لك ان هو سكيو سيمتريك ماتريكس. يعني ايه سكيو سيمتريك؟ يعني الاكس ايكوالز نيجاتيف اكس ترانسبوز، تمام؟ such that ان ال 3x plus a equals b minus xt. ثانيه واحده، هو انا مش لسه قايله ان السكيو سيمتريك معناها ان النيجاتيف x باور t تديني x؟ يعني ممكن اشيل الحته دي كلها واحط مكانها x. طب يلا بينا دخلي ال 3 جوه، تبقى عندي بقت عندي 3x plus 3a equals b بلس اكس. ما انا خدت النيجاتيف اكس باور تي كلها وحطيت مكانها الايه؟ الاكس. طيب يلا بينا نودي دي هناك ونطلع دي بره. بقت عندي 2x equals p minus 3a. عادي بقى، هي البي بتاعتك مين؟ البي بتاعتي اهي ب 3 و 4 ونيجاتيف 1 و 0 minus 3a. دخلي بقى 3 جوه الايه بالمره، تبقى هنا 3 و 3 و 0 و 0، 3 3 0 و 0. اعملي subtract، يبقى ال 2x بتاعتي هتطلع لي كام بقى؟ 3 minus 3 ب 0، 4 minus 0 4، negative 1 minus 3 ب negative 4، 0 minus 0 ب 0. هي 2x، انا عايزه x بس، يبقى انا محتاجه اعمل divided by 2. يبقى هنا برضو هعمل divided by 2، مره هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا، هتديني بقى ايه؟ هتديني 0 2 نيجاتيف 2 و 0. يبقى دي هي الاكس بتاعتي. يبقى انا عرفت ازاي جبت الاكس.
الحته دي مهمه جدا، هو من كلمه سكيوس ماتريك خليت اشيل النيجاتيف اكس باور تي واحط مكانها الاكس، وحليت عادي المثال بتاعي، طلعت لي في الاخر 0 و2 ونيجاتيف 2 و0. طيب بعد كده خدنا ايه؟ خدنا المالتيبلاينج ماتريكس. المالتيبلاينج ماتريسز، ايه المالتيبلاينج ماتريسز بتاعتي؟ كنت بقول لازم لو انا عندي، لازم لو انا عندي ام تايمز ان وهنا ان تايمز ال، لازم يكون الاثنين اللي جوه دول قد بعض نفس النمبر، والناتج بتاعهم هيبقى ام تايمز ال. يعني ايه ده الاوردر؟ ده طبعا الاوردر بتاع الماتريكس بتاعتي. لو انا عندي ماتريكس على الاوردر 2 تايمز 3 والماتريكس الثانيه 3 تايمز 1، يبقى الماتريكس اللي هتطلع لي قد ايه؟ ثواني، دي 3 ودي 3، يبقى الماتريكس اللي هتطلع لي ده تايمز ده 2 تايمز 1. طب افرضي عندي ماتريكس 2 تايمز 3 والثانيه 2 تايمز 3 برضو، لا ثانيه واحده، دي 2 دي 3، ما ينفعش ما ينفعش اضربهم في بعض خالص، لازم يكون التو نمبرز اللي جوه دول قد بعض بالظبط، والناتج اللي هيطلع لي او الماتريكس اللي هتطلع لي هتبقى 2 تايمز 3. تعالي اما نشوف اكزامبل عليهم. اول اكزامبل عندي هو مديني ماتريكس اهي، الماتريكس دي 3 تايمز 3 والماتريكس دي 3 تايمز 3، يبقى ينفع عايز اعمل مالتيبلاينج ما بينهم. بيقول ان هي ايكوالز الماتريكس اللي قدامي دي 3 تايمز 3 برضو، فايند الاكس والواي والزد، عايزاك تجيبي لي الاكس بكام والواي بكام والزد بكام. طيب اول حاجه ازاي بعمل مالتيبلاينج للماتريسز؟ بصي يا ستي، هي المفروض اللي هتطلع لي 3 تايمز 3 صح؟ لما اجي اعمل الاثنين دول في بعض المفروض تطلع لي 3 تايمز 3، يعني المفروض عندي ماتريسز اهي فيها 1 2 3 اهو، فيها 3 روز وفيها 3 كولمز، تمام؟ طيب فيها 3 روز و 3 كولمز، ازاي اجيب بقى الاليمنت اللي هنا دوت؟ اجيبه ازاي؟ والاليمنت ده وده 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 وده؟ قال لك على حسب البوزيشن بتاعه، هو ده موجود فين؟ ده موجود في الرو الاول، الكولم الاول، يبقى انا همسك الرو الاول ده كله اهو واعمل ايه؟ واضربه في الكولم الاول تايمز الكولم الاول، يبقى اكني كده عملت اول اليمنت في اول اليمنت. يلا بينا 1 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1 واعمل بلس ما بينهم، negative 1 times 1 بنيجاتيف 1 اهي نيجاتيف 1 بلس 1 times 0 بزيرو، يبقى ده الرو الاول الكولم الاول، يبقى اكني عملت ايه؟ اكني دوت اهو، فين الرو الاول؟ اهو الرو الاول عندي 1 negative 1 1 مضروب في انهي كولم؟ الكولم الاول negative 1 1 0. انا ممكن اعمل حاجه، ممكن مش انا عندي ده الكولم نيجاتيف 1 1 0 اخلي ده كولم زيه 1 نيجاتيف 1 1 اضربهم في بعض اعمل تايمز ما بينهم وما بينهم كلهم بلس. حلو كده؟ على حسب البوزيشن بتاعي الرو الاول في الكولم الاول. طيب هنا موجود فين ده؟ ده في الرو الاول برضو الكولم الثاني، يبقى انا همسك كل ده واضربه في الكولم الثاني كله. هنا هنا الرو الاول الكولوم التالت اهو، يبقى انا همسك 1 تايمز نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 1 تايمز 0 بلس 1 تايمز 3 وتطلع لي الماتريكس بتاعتي. هتطلع لي ازاي الماتريكس؟ بصوا يا بنات انا عملت الماتريكس بتاعتي خلاص، ضربتهم في بعض وعملتها ازاي؟ نقول تاني، بصي 1 تايمز نيجاتيف 1 المفروض دوت موجود ايه ده؟ ده الرو الاول الكولوم الاول، يبقى الرو الاول اهو والكولوم الاول اهو، انا كتبتها لكم وفنطت لكم علشان تعرفوا واحده واحده تمشوها. يعني يبقى 1 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز 1 بنيجاتيف 1، 1 تايمز 0 ب0، فطلعت لي اول واحده نيجاتيف 2، يبقى اول واحده دي بنيجاتيف 2. طيب تاني رو عندي طلعت 3 ماينس واي، والرو التالت طلع الكولوم التالت طلع 2، وهنا طلع 2 ماينس اكس، وهنا طلع 3 اكس بلس 2 واي، وهناك طلعت 3 ماينس اكس، والكولوم الاول التاني دي طلعت 1 ودي طلعت نيجاتيف 2 بلس 7 نيجاتيف 7 سوري 2 واي 2 واي ماينس 7 ودي طلعت نيجاتيف 10 سوري دي 3 بلس 2 واي سوري دي 3 بلس 2 واي دي بلس 3 دي بلس 3 تمام. دي طلعت الماتريكس بتاعتي اللي نتجت من ايه؟ من المالتيبلاينج بتاعي.
بصي كده على كل براكت وشوفي انا عملت ايه عشان اعرف اعمل مالتيبلاينج ليهم. تمام، هو بيقولك ان الماتريكس اللي طلعت دي المفروض ان هي ايكوالز الكلام دوت. ايكوالز مين بقى الماتريكس؟ ايكوالز نيجاتيف 2 و1 وزد، ونيجاتيف 1 و3 و0، و1 و7 ونيجاتيف 1. يلا بينا يلا بينا، هي مين؟ نيجاتيف 2 1 زد. اه طيب، يبقى equals الكواليتي بتاعت الماتريكس كل واحد قصاد التاني equal each other. negative 1 equal negative 1. تمام، 3 minus 1 y equals ال 1، يبقى 3 minus ال y equals ال 1. طبعا دي تروح هناك، يبقى ال negative y equals 1 minus 3. يبقى ال y على طول بتاعتي بكام؟ 1 minus 3 ب negative 2، وال negative راحت مع negative، يبقى ال y بتاعتي ب 2. ال y بتاعتي طلعت ب 2. طيب تعالي ما نشوف ال 2 equals الزد، يبقى على طول الزد بتاعتي بكام؟ ب2 اهي، يبقى الزد بتاعتي ايكوالز 2. خلاص كده اهي، على طول اهي قدامها اهو، الزد قدامها 2. يبقى انا فاضل لي الاكس، 2 ماينس اكس ايكوالز مين؟ ايكوالز نيجاتيف 1. 2 ماينس اكس ايكوالز اللي قدامها، مين اللي قدامها؟ اهو ده قدامها دي، 2 ماينس اكس ايكوال نيجاتيف 1، ده يروح هناك، تبقى النيجاتيف اكس بتاعتي بنيجاتيف 3، نيجاتيف 1 ماينس 2 بنيجاتيف 3، نيجاتيف راحت مع النيجاتيف، يبقى الاكس على طول بكام؟ ب3. يبقى انا كل دوت بكل دوت طلعت الزد ب2 والاكس ب3 والواي ب2. جربيها برضو انتي وحليها تاني عشان تعرفي تتمرني على المالتيبلاينج، تعرفي ازاي تعملي التو ماتريسز تايمز بعض. بتمسكي الرول الاول في مكانه كده، البوزيشن دوت فين؟ الرول الاول الكولوم الاول، يبقى تمسكي الرول الاول وتضربيه في الكولوم الاول. بعد كده دوت الرول الاول الكولوم الثاني، تمسكي الرول الاول ده كله وتضربيه في الكولوم الثاني كله. بعد كده الرول الاول الكولوم الثالث، وبعدين هنا الرول الثاني، يبقى الرول الثاني الكولوم الاول، الرول الثاني الكولوم، وهكذا. تمام كده. طيب في عندي نوتس مهمه جدا بقى، في عندي نوتس مهمه بتقول ايه؟ بتقول لو انا عندي الاي بي، اي تايمز بي دازنت ايكوال بي تايمز اي، يعني الضرب مفهوم مفيش ما بينهم ايه؟ كوميوتيتيف. طيب دي اول واحده. تاني حاجه، لو انا عندي a b plus c، الايه كده قدام، يبقى لازم الريزولت اللي هتطلع a b plus a c، الايه برضو تبقى قدام البي وقدام السي. طب افرضي هي b plus c والايه اللي ورا، يبقى لازم b a plus c a والايه برضو لسه ورا. طيب نمبر 3، i a هي هي A I هي هي ال A. لما اجي اضرب اي ماتريكس في اليونت ماتريكس تديني الماتريكس ذات نفسها وفيها كوميوتيتيف عادي جدا. في حاجة مهمة برضو، ال I power N equals I، لان لو قلت 1 power 2090 مثلا 2019 هتديني 1 برضو، هتديني 1 برضو، مش هتختلف. 1 باور مليون هتديني برضو ال 1، عشان كده اي الماتريكس بتاعتي اي باور ان هتديني برضو الماتريكس اي. طيب في حاجه بعد كده مهمه بتقول ايه؟ لو انا عندي a بلس b all transpose، هوزع الترانسبوز بتاعي، هتبقى a باور ترانسبوز بلس b باور ترانسبوز. لكن في المالتيبلاينج لو قلت لك a b all transpose، لا ده انا ال a b اهي الماتريكس، هقلبهم ووزع بعد كده، تبقى ال BA وزعي بقى B transpose A transpose، يبقى ال AB A times B all transpose. ما تقوليش يبقى احط ال A power T و B power T، غلط، اقلبيهم الاول بعد كده وزعي ال transpose بتاعك. طيب افرزي قلتلك A power 0، اي حاجة power 0 بكام؟ ب1، يبقى هتديني الماتريكس I بتاعتي، يبقى هتديني الماتريكس I بتاعتي، اي حاجة power 0 بالI. طيب حاجة مهمة برضو أخيرة، A power 2 مش معناها بعمل squared للماتريكس، أمال إيه معناها؟ معناها إن أنا بقول A times A. طيب A power 3 معناها A power 2 times ال A، ركزي في الحتة دي عشان مهمة جدا. مش هقولك A power 2 ثانية واحدة، لو هي دي مثلا الماتريكس A يبقى دي تبقى 4 ودي تبقى 9 ودي مش عارف، لا غلط، ده انا معناها ان هضرب الاف نفسها مرتين، a تايمز a. طب a باور 3 يبقى a باور 2 تايمز الا. طيب بص الاكزامبل اللي عندي دوت، هنا بيقول لي ان الا بتاعتي ب1 و2 0 1، فايند الا باور 3 اند ديديوس الا باور n. طيب تاني ما نشوف اول حاجه، الا باور 3 دي المفروض كام؟ المفروض a باور 2 تايمز a، يبقى انا محتاجه اجيب الا باور 2 الاول اللي هي a تايمز a. الا بتاعتي بكام؟ الا بتاعتي ثانيه واحده، الا باور 2 اهي، الا بتاعتي ب1 2 0 1،
في نفسها تاني 1 2 0 1. يلا بينا نجيبها. equals اول رو في اول كولوم 1 تايمز 1 ب 1 بلس 2 تايمز 0 ب 0، يبقى انا عندي هنا 1 بس. طب اول رو في تاني كولوم 1 تايمز 2 ب 2 و 2 تايمز 1 برضو ب 2، 2 بلس 2 ب 4. نيجي في الرو التاني الكولوم الاول 0 تايمز 1 ب 0، 1 تايمز 0 ب 0، يبقى هنا 0. طيب 0 تايمز 2 ب 0، 1 تايمز 1 ب 1، يبقى هنا 1. دي اللي هي الـ A باور 2. طب انا عايز اجيب الـ A باور 3. الـ A باور 3 يبقى انا همسك دي واضربها في نفسها تاني. الـ A باور 3 equals 1 0 4 1، واضربها في مين؟ في الـ A تاني. اللي هي مين الـ A التانية دي؟ 1 2 0 1. اهي A باور 2 تايمز الـ A، يبقى انا همسك الـ A باور 2 دي واضربها في نفسها تاني اللي هي الـ A equals 1 تايمز 1 ب 1 بلس 4 تايمز 0 ب 0، يبقى هنا 1. 1 تايمز 2 ب 2 بلس 4 تايمز 1 ب 4، 2 بلس 4 ب 6. 0 تايمز 1 ب 0 بلس 1 تايمز 0 ب 0، يبقى هنا 0. 0 تايمز 2 ب 0، 1 تايمز 1 ب 1، فطلعت لي الـ A باور 3 ب 1 6 0 1، يبقى دي الـ A باور 3. ديديوس الـ A باور N. بصي هنا كده، هي لما كانت A باور 2 هي الـ 4 دي إيه؟ الـ 4 دي 2 تايمز 2. طب والـ 6 2 تايمز 3. بيقول لي لما كانت A باور 2 طلعت لي هنا 2 تايمز 2، A باور 3 2 تايمز 3، يبقى معناها الـ A باور N بتاعتي equals، بصي ال1 وال0 نفسهم، يبقى 1 و0 ينزلوا زي ما هما. ال1 برضو تحت هنا نفسها، مين هنا بقى؟ هنا 2 تايمز n، ال2 مضروبه في الn، الn دي بتاعتي لو 3 هتديني 6، لو 2 هتديني 4، لو 5 هتديني 10، لو 6 هتديني 12، وهكذا. يبقى دي الa باور n بتاعتي، حطيتها ايه؟ ال6 ديت او ال4 بقت 2 تايمز n. طيب بعد كده خدنا ايه؟ بعد كده خدنا الديترمينت بتاعتي، بعد كده كانت الديترمينت. يبقى انا خلصت كده كل الماتريسز بتاعتي. الماتريسز دي كانت اكبر كان اكبر ليسون عندي الالجبرا كله تقريبا. بعد كده خدنا الديترمينت. الديترمينت بتاعتي كانت دينوتد باي عصايتين كده واقفين، تمام. وكانت لازم الديترمينت بتاعتي النمبر بتاع الروز equals the numbers بتاع الكولمز، لازم النمبرز بتاع الروز equals the numbers بتاع الكولمز، يعني 2 تايمز 2 او 3 تايمز 3، تمام كده. طيب كان عندي types للديترمينت. اول ديترمينت عندي كانت من السكند اوردر، سكند اوردر ديترمينت، يعني 2 تايمز 2 كان شكلها عامل ازاي؟ لو هنا عندي 1 3 نيجاتيف 1 4 مثلا، كان شكلها عامل كده 2 تايمز 2، يعني فيها 2 روز و 2 كولومز. كنت ازاي بجيب الفاليو بتاعتها؟ كنت بقول ان ال 1 تايمز 4 ماينس، في ما بينهم ماينس، 3 تايمز نيجاتيف 1. one times four ب four minus three times negative one دي ب negative three، وعندي هنا negative تبقى plus three، يبقى هتديني seven. يبقى ال determinant بتاعت دي طلعت لي ب seven. يبقى ازاي بجيب ال value بتاعت ال second order؟ بعمل ايه؟ ده ال principal diagonal بتاعي وده ال diagonal التاني، بضرب ال principal diagonal في بعض minus ال diagonal التاني في بعض، one times four minus three times negative one. example تاني، لو انا عندي determinant كده 6 2 1 5، هاتي لي كده الفاليو بتاعتها، فايند الفاليو بتاعتها. طيب 6 تايمز 1 ب 6 ماينس 2 تايمز 5 ب 10، 6 ماينس 10 بنيجاتيف 4. يبقى انا عرفت ازاي اجيب الفاليو بتاعت السكند اوردر بتاعتي. ازاي؟ عملت البرنسبل دياجونال في بعضه والدياجونال الثاني في بعضه. طيب بعد كده خدنا الثيرد اوردر، ودي كانت المهمة جدا ودي اللي فيها فكرة. الثيرد اوردر بتاعت الديترمينت بتاعتي كنت بجيب حاجة اسمها المانر ديترمينت، كنت بجيب حاجة اسمها المانر ديترمينت. طب كنت بتبقى عبارة عن ايه الثيرد اوردر دي؟ لو انا عندي ثيرد اوردر يعني 3 تايمز 3 على طول، كانت مثلا لو انا عندي هنا 1 2 3 4 0 5 7 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1، وعايزه تجيبي لي الفاليو بتاعتي. قال لك اكسباند الثيرد اوردر دوت ازاي؟ همسك اول element واعمل eliminating للرو اللي فيه والكولم اللي فيه، واللي هتطلع او النمبرز اللي باقيين هو ده determinant بتاعته. معنى كده ان كل element جوه
ليه المينور ديترمينت. طب ازاي اعمل اكسباند للثيرد اوردر؟ يا بالرو يعني همسك ال1 واعمل اليمينيتنج للرو والكولوم بتاعهم ودي المينور ديترمينت، بعد كده ال2 واعمل اليمينيتنج للرو والكولوم بتاعتها ويتبقى مين النمبرز بتوع المينور ديترمينت، وال3 هو هكذا، او امسك من الرو او ممكن امسك من الكولوم اللي في النص ده ال2 واعمل كده وكده، والزيرو كده وكده، والنيجاتيف 2 وهكذا وهكذا برضو. يبقى يا بالرو يا بالكولوم على حسب، بس ما حدش يقول لي اه هجيب ال7 وبعد كده اجيب ال3، غلط. لازم يا رو يا رو يا كولوم، يا رو الاولاني يا رو الثاني يا كولوم الثالث وهكذا. طيب تعالى ما نمسك اول حاجه بس فيها الساين رول بتاعتي. الساين رول بتاعتي دي مهمه جدا، بيبقى الدياجونال كله بالبوزيتيف، ده بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، والبرنسبل دياجونال برضو بوزيتيف، واللي ما بينهم نيجاتيف. تمام، الدياجونالز بتوعي بيبقوا بوزيتيف واللي ما بينهم نيجاتيف. طب يلا بينا، اول واحده مين؟ 1. يبقى ال1 تايمز الديترمنت بتاعتهم، مين الديترمنت بتاعتها؟ يلا بينا امسحي كل ده وكل ده، مين اللي هتبقى لي 0 5 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1، 0 5 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1. طيب دي بالبلس، هنا 2، ال2 دي بايه؟ بالماينس، يبقى ماينس 2 في المينر ديترمنت بتاعتي. امسكي ال2 امسحي كل ده وامسحي كل ده، هيبقى لي 4 5 7 نيجاتيف 1، 4 5 7 نيجاتيف 1. بعد كده بلس بلس 3 اهو، مسكت دوت ال3. طب افرضي ال3 كانت نيجاتيف، يبقى يبقى النيجاتيف تايمز بوزيتيف تبقى هنا نيجاتيف. طب افرضي ال2 نيجاتيف، لا نيجاتيف ونيجاتيف تبقى دي بوزيتيف، فهمتوا؟ ال3 مين المينور ديترمنت بتاعتها؟ يلا امسحي كل الرو وكل الكولوم اللي هما فيها، هيبقى لي 4 و0 و7 و2، 4 و0 و7 ونيجاتيف 2. حلو يلا بينا ايكوالز، ال1 دي مضروبه في مين؟ في المينور ديترمنت بتاعتها. طيب جيب الفاليو بتاعت المينور ديترمنت، 0 تايمز نيجاتيف 1 ماينس 5 تايمز نيجاتيف 2 ماينس 2 تايمز، ايه ده ثانيه واحده، انت ضربت الاثنين دول في بعض، ماينس الاثنين دول في بعض، اه صح دي عادي، دي السكند اوردر بتاعت الماتريكس اهي زيها بالظبط. 4 تايمز نيجاتيف 1 طبعا هنا بنيجاتيف 4 ماينس 5 تايمز 7 ب 35 بلس 3 تايمز 4 تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 8 ماينس 0 طبعا، كل ده هيديني كام؟ كل ده هيديني 64، كل ده هيديني 64. يبقى ده شكل الثيرد اوردر بتاعتي بتاعت الديترمنت. بجيب حاجه اسمها المينور ديترمنت بتاع الاليمنت اللي عندي، بجيب حاجه اسمها. خدنا بعد كده الترينجولر ديترمنت، ايه الترينجولر ديترمنت بتاعتي؟ ده بيكون الدياجونال بتاعي باي نمبرز عندي واللي فوق الدياجونال عندي بزيرو، او ديترمنت عاديه جدا والدياجونال برضو بتاعي باي نمبرز لكن اللي تحت الدياجونال بزيرو. وليه اسمه ترينجولر؟ عشان عامل على شكل ترينجل اهو، عامل على شكل ترينجل اهو. زي ايه مثلا؟ زي مثلا اكزامبل عندي 1 2 4 اوكي، وهنا حطيت 0 0 0 وهنا حطيت نيجاتيف 1 3 5 وبقول لك فايند الفاليو بتاعتي. هتقولي لي ثانيه واحده مس اسماء، انت قلتي لي لو انا عندي 0 الزيرو بتاعي فوق او تحت تعملي ايه؟ ترسمي كده دوت تراينجل. هبصي هعمل ايه بقى ساعتها؟ الفاليو بتاعت التراينجل ديترمنت بضرب كل الاليمنت بتوع التراينجل في بعضهم، يبقى بتاع البرودكت بتاع الاليمنتس بتاع الدياجونال 1 تايمز 2 تايمز 4 هتديني مين؟ تديني 8. طب افرضي اديت لك اكزامبل تاني كده، هنا 1 0 0 0 2 4 5 6 3 وقلت لك جيبي لي الفاليو بتاعتي، هتقولي ثانيه واحده مس اسماء انت قلتي لي ده كده تراينجل، ايوه دوت الدياجونال بتاعي، يبقى 1 تايمز 2 تايمز 3 هتديني 6. على طول كده الديترمنت بتاعتي بتاعت الترينجل الديترمنت يبقى لازم البرودكت بتاع الاليمنتس بتاع مين؟ البرنسبل دياجونال بتاعي. ودي كانت الترينجلر ديترمنت، لازم لازم اللي فوق اللي فوق الدياجونال بزيروز او اللي تحتها بزيرو. طيب بعد كده في حاجه بقى مهمه جدا، فايندنج الاريا بتاعت الترينجل بتاعي. ازاي اجيب الاريا بتاعت الترينجل بتاعي؟ يوزنج الديترمنت. قالك الام، قالك الاي كابيتال، الاي كابيتال ديت اللي هي الاريا بتاعتي ايكوالز هاف،
لو انا قلت لك ان الترينجل بتاعي شكله كده مثلا اهو، وهنا عندي مثلا اكس، او هنا عندي A و B، وهنا عندي C و D، وعندي هنا E و F، تمام؟ دي مين؟ دي للفيرتيسيز بتاعت الترينجل. ساعتها كل الكولوم الاولاني هيبقى الاكس كوردينيتس، والكولوم الثاني الواي كوردينيتس، والكولوم الثالث كله ب 1. يبقى هي الاريا بتاعتي عباره عن 3 تايمز 3 ديترمينت، 3 ديترمينت، تمام؟ طيب كل الكولوم الاخير ب 1، الكولوم الاولاني بالاكس كوردينيتس، الكولوم الثاني واي كوردينيتس. طب مين الاكس كوردينيتس بتاعتي؟ اهي دي الاكس، يبقى الاي، وبعد كده السي، وبعد كده الاي، يبقى اي سي اي. واي كوردينيتس بي دي اف، بي دي اف. طب ازاي كنت بحل الثيرد ديترمينت؟ عادي جدا، جيب المينور ديترمينت بتاعت اي نمبر اليمنت عندك، والناتج بتاعك في الاخر بقى اضربيه في الهوف. طب الاي بتاعتي ديت لازم تكون بوزيتيف، لان ما عنديش لا لينس واحد من السايت بتوعي يبقوا بنيجاتيف، يبقى لازم الاي بتاعتي احطها ما بين الابسوليوت فاليو عشان تديني ايه؟ تديني بوزيتيف. طيب تعالى ناخد ايه، تعالى ناخد اكزامبل كده. عندي بيقول لي لو انا عندي الفيرتيسز اللي قدامي نيجاتيف 1 ونيجاتيف 3 و 2 4 ونيجاتيف 3 و5، عايزاكي تجيبي لي الاريا بتاعه الترينجل اللي الفيرتيسز بتاعته هما اللي قدامك دول. حلو، تقولي لي الاي بتاعتي ايكوالز هاف، الديترمينت بتاعتي اول كولوم الاكس كوردينيتس، يبقى نيجاتيف 1 2 نيجاتيف 3، نيجاتيف 1 2 نيجاتيف 3، الكولوم الثاني واي كوردينيتس نيجاتيف 3 4 5، نيجاتيف 3 4 5، الاخير 1 1 1. وتحليهم ازاي؟ يلا بينا، الهاف دي بره زي ما هي، حطيها في براكت كبير كده، تمام؟ بره، يلا بينا النيجاتيف 1 واشوف الديترمينت بتاعته، شيلي كل ده وشيلي كل ده، اتبقى لي مين؟ 4 1 5 1، 4 1 5 1. حلو، ماينس دي ماينس، وعندي ماينس تبقى بلس 3 في المينور ديترمينت بتاعته. المينور ديترمينت بتاعته ثانيه واحده كده، شيلي كل دوت، شيلي كل ده، 2 1 نيجاتيف 3 1، 2 1 نيجاتيف 3 1، ماشي. بلس مين الاخيره؟ 1. في مين الديترمينت بتاعته؟ كل ده شيلي كل ده شيلي، 2 4 نيجاتيف 3 5، 2 4 نيجاتيف 3 5. شوفي كل دوت هيديني كام واللي هيطلع. طبعا لما بتجيب المينور ديترمينت واللي يطلع اضربيه في هاف، هيطلع لك في الاخر كله بقى في الهاف كله هيطلع لك 90 19، يبقى الاريا بتاعتي طلعت لك ب 19. على فكره في حاجه مهمه جدا، انا ممكن اعمل اكسباند للثيرد اوردر دوت بس بالكولوم الاخير عشان يكون اسهل. يعني امسك ال1 ديت واعمل كده وكده، تمام، وشوف المينور ديترمينت بتاعتي 2 4 ونيجاتيف 3 و5، وامسك ال1 دي واعملها برضو كده وكده ونيجاتيف 3 ونيجاتيف، بحيث ان انا ما اضربش في ارقام كبيره، يعني تبقى 3 و2 والكلام دوت، تمام كده. دي كانت الاريا بتاعت الترينجل بتاعي، هاف في الديترمينت بتاعتي، الاكس كوردينيتس في الكولوم الاولاني، والواي كوردينيتس في الكولوم الثاني، وكل الكولوم الثالث بايه؟ ب1. بصوا يا بنات ديت مهمه قوي، بيقول لك بروف ذات ان البوينتس اللي قدامك دول ار كولينير. على طول تقولي لي مادام هما كولينير يبقى لازم الاي بتاعتي تطلع لي زيرو. ايه ده الايه بتاعت الترينجل؟ اه، ما هي لو طلعت لي زيرو يبقى انا ما قدامنيش ترينجل اصلا، يبقى اكيد البوينتس بتوعي اركولينير. يعني هجيب عادي الاي واقول ان الاي بتاعتي اهي، الاي بتاعتي ايكوالز هاف ب 3 اكس كوردينيتس 3 4 5، 3 4 5، الواي كوردينيتس 5 ونيجاتيف 1 7، 5 نيجاتيف 1 7، والاخير 1 1 1. حلو كده، ايكوالز مفروض يطلع لي زيرو. لو طلع لي زيرو يبقى البوينتس دول ار كولينير، لو ما طلعليش زيرو يبقى دوت تراينجل، يبقى ما ينفعش يكونوا كولينير. طيب اخر حاجه عندي في الالجبرا هو في الديترمينت، يعني دي اخر حاجه خالص في الالجبرا، سولفينج تو ايكويشن ويز كرامر رول. ايه كرامر رولز عندي؟ لو انا عندي تو ايكويشنز دي اكس اي اكس بلس بي واي ايكوالز ام، وسي اكس بلس دي واي ايكوالز ان، بجيب ثلاث حاجات. اول حاجه بجيبها الدلتا، حاجه اسمها دلتا. الدلتا ديت هي الماتريكس بتاعه الكوفيشنت اكس وواي،
او هي الديترمينت، سوري هي الديترمينت مش ماتريكس بقى، هي الديترمينت، هي الديترمينت بتاعت الكوفيشنت اكس وواي، اسمها الدلتا. اسمها ايه؟ اسمها دلتا. بحط فيها الكوفيشنت، اول كولوم عندي بيبقى كوفيشنت بتاع الاكس، وتاني كولوم بيبقى كوفيشنت الواي. مين الاكس هنا؟ الاي والسي. ومين الواي؟ البي والدي. طب وازاي بتحليها؟ عادي جدا، اي تايمز تي ماينس بي تايمز سي، عادي وتطلع لي نمبر. يبقى اول حاجه بجيبها الدلتا. طيب الدلتا بتاعتي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن الديترمينت بتاعت الكوفيشنت اكس وواي. طب بعد كده بجيب حاجه اسمها دلتا اكس. دلتا اكس دي بتبقى عباره عن ايه؟ دلتا اكس دي بتبقى عباره عن بشيل الكوفيشنت بتاع الاكس واحط مكانه الكونستنت اللي عندي ام وان، واحط عادي البي والدي ينزلوا زي ما هم، واضرب عادي ام دي ماينس ان بي. تاني الدلتا اكس دي المفروض الكوفيشنت بتاعت الاكس، بعمل فيه ايه؟ بشيله واحط مكانه الكونستنت. طيب دلتا واي، دلتا واي بشيل بتوع الواي واحط مكانهم الكونستنت ام وان. طيب والاكس بتاعتي تنزل زي ما هن اي وسي. يبقى انا الدلتا دي بعمل فيها تغييرين، اول حاجه عشان اجيب الدلتا اكس بشيل الكوفيشنت بتاع الاكس واحط مكانه الكونستنت ام وان. طب والبتوع الواي ينزلوا زي ما هم. اما الدلتا واي بشيل الكوفيشنت بتوع الواي واحط مكانهم الكونستنت ام وان، لكن الاكس تنزل زي ما هي. بعد كده بجيب ايه؟ بجيب ان الدلتا، بجيب الاكس بتاعتي ايكوالز كام والواي بتاعتي ايكوالز كام. الاكس دلتا اكس اوفر دلتا، الواي دلتا واي اوفر دلتا. الاكس بتاعتي بقى تطلع لي مثلا 2 اوفر 4، هنا تطلع لي مثلا هاف، هنا هتطلع لي مثلا 2، ايا كان بقى النمبر بتاعي. بس عندي شرط مهم جدا، الدلتا بتاعتي doesn't equal الزيرو، عشان لو طلعت بزيرو يبقى انا ما عنديش not exist اصلا، مش موجوده. يبقى دي الثلاث حاجات لازم اجيبها، الدلتا، الدلتا اكس، والدلتا واي. في الدلتا اكس عرفت بعمل ايه، والدلتا واي برضو. عشان اجيب بقى الاكس والواي، عشان اجيب الاكس والواي يبقى على طول هقسم الدلتا اكس اوفر الدلتا، الواي دلتا واي اوفر الدلتا، ودول يطلع له اي نمبر. وكده انا جبت الاكس والواي. طب افرضي عندي كمان في زد، يعني عندي في ax plus py plus cz مثلا، وهنا برضو في زد، عادي مش هي دلتا ودلتا اكس ودلتا واي، هجيب الدلتا زد equals، نزلي الاكسات زي ما هي والوايات زي ما هي، الزدات هي اللي تتحط مكانها الكونستنت، وعادي يبقى الزد بتاعتي بدلتا زد اوفر دلتا، وتطلع لي الزد بتاعتي. عادي جدا لو في ال 2 variables او في 3 variables، 3 variables زودي تبقى دلتا زد، وجيب الزد بتاعتي دلتا زد اوفر دلتا. طيب نيجي ناخد اكزامبل عليهم، يلا بينا يلا بينا. بيقولك solve the equation دي by Cramer rule، اول حاجه بجيبها الدلتا، بس لازم اتاكد من حاجه ان الاكسات كده تحت بعضها والوايات تحت بعضها، ممكن تكون الواي بره، لا دخليها جوه بقى وطلعي مثلا النمبر بره، لازم تظبطي شكل الايكويشن بتاعتك لو مش متظبطه. طيب الدلتا بتاعتي حطي الكوفيشنت بتوعي الاكسات في الكولوم الاول والوايات في الكولوم الثاني، يبقى هنا 1 وهنا 2، والواي يبقى هنا نيجاتيف 3 وهنا 1. جيبي كده الديترمينت بتاعتي الفاليو 1 تايمز 1 ب 1 ماينس ماينس 3 تايمز 2 ماينس 6 يبقى بلس، ماينس ماينس يبقى بلس 6، تديني بكام؟ ب 7. طب تعالي ما نجيب بقى دلتا اكس ايكوال، الدلتا اكس هشيل الكوفيشنت بتاع الاكس واحط مكانهم الكونستنت، يبقى هنا نيجاتيف 4 و 2، ونزلي مين؟ الوايات زي ما هي نيجاتيف 3 و 1 ايكوالز، تبقى نيجاتيف 4 تايمز 1 بنيجاتيف 4 ماينس ماينس نيجاتيف 3 تايمز 2 بنيجاتيف 6، والماينس يبقى بوزيتيف 6، تديني كام؟ هتديني 2. طيب تعالي ما نجيب دلتا واي ايكوالز، نزلي الاكسات زي ما هي وشيل الوايات وحطي مكانها الكونستنت، نيجاتيف 4 و 2 ايكوالز 1 تايمز 2 ب 2 ماينس ماينس 4 نيجاتيف 4 تايمز 2 بنيجاتيف 8، وعندي هنا ماينس تبقى بوزيتيف 8 بكام؟ ب 10. جبت الدلتا اكس والدلتا واي والدلتا، يلا بينا نجيب الاكس بتاعتي، يبقى دلتا اكس اوفر دلتا، فين الدلتا اكس؟ ب 2 اوفر الدلتا عندي ب 7، يبقى الاكس بتاعتي 2 اوفر 7. طب والواي بتاعتي؟ دلتا واي اوفر دلتا، الدلتا واي ب 10 اوفر الدلتا عندي ب 7، فطلع لي ان الاكس بتاعتي ب 2 اوفر 7 والواي بتاعتي ب 10 اوفر 7. دي كده اخر اكزامبل عندي على الكرامر رول، وخدنا الاريا بتاعت الترينجل وخلصنا الديترمنت كلها. ده كده كل الريفيجن على الالجبرا بكل الايه الاسئله المهمه اللي فيه. اتمنى تكونوا استفدتوا.